أجرت إيمان منصور موفدة التلفزيون المصرية لقاء مع ماتياس كورمان السكرتير العام للمنظمة الاقتصادية للتعاون والتنمية. الحضور هنا في كوب 27 ليس فقط على مستوى الرؤساء والقادة وممثلي الحكومات، وإنما أيضا على مستوى ممثلي المنظمات التجارية الدولية التي تحرص على الحصول على مشروعات صديقة للبيئة مواكبة للانطلاق نحو الطاقة النظيفة. معي الآن السيد ماتياس كورمان. مستر ماتياس كورمان سكرتيري. السيد ماتياس كورمان السكرتير العام لأو إي سي دي، نرحب بك في التلفزيون المصري. وما هي نصيحتك للوصول للنجاح في كوب 27؟ إن سياق التغير المناخي به الكثير من التحديات، ونحتاج لأن يكون هناك خطة طموحة، وكما قلنا من قبل نحتاج أن يكون هناك قدرة على مواجهة التحديات التي نواجهها، أن نستخدم كل الأدوات المتاحة لتجنب التغيرات المناخية. كيف يمكن للمنظمات تساعد في التعامل مع التغير المناخي وتحدياته؟ نحن نعمل لمساعدة الدول والمجتمعات في مواجهة التغيرات المناخية، هذا أمر هام جدا، ولدينا الكثير من الأدوات التي نستخدمها للتأكيد أن جميع الإجراءات يتم اتخاذها لتحقيق هذا الهدف. كيف يمكن أن تشرح مفهوم التغير المناخي للأفراد؟ هناك الكثير من الأمور الخاصة، وهناك الكثير من الانبعاثات التي يجب أن تكون معروفة وأثرها تكون معروفة، والخسائر الاقتصادية التي تنتج عن التغيرات المناخية. هذه أمور يجب أن ننشر المعرفة الخاصة بها للجميع، ويجب أن نركز عليها. هل العمل الذي يتم حتى الآن كافي؟ نتحدث عن الالتزامات. هناك حوالي 63 دولة لديها التزامات ويجب عليها أن تقوم بتنفيذها، وهناك إذا نحن نتحدث عن الوعود والالتزامات التي يجب أن يتم تنفيذها، وهذا ما نؤكد عليه من خلال اجتماعاتنا دائما. يجب أن يكون هناك خطوات إضافية لتنفيذ هذه الالتزامات. السيد ماتياس كورمان السكرتير العام لـ OECD، شكرا جزيلا.